الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الطب كيف الرقى؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن يونس، واحمد بن عبد الله بن يونس التميمي ابو عبد الله بن سقاط ابو زرعه قال: كان متقنا ثقه متقنا. سيد قال ثقة، يعني قال ثقة. عن زهير بن حرب أبو معاوية من ثقة الأثبات العلماء والجماعة قال: عن سعيد بن أبي صالح من ثقة الأثبات، عن أبيه أبو صالح إخوان الزيات قال: سمعت رجلا مبهم هكذا: أسلم كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابي فقال: يا رسول الله لبخت الليلة فلم أنم حتى أصبحت، فلماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمة الله التامة شر ما خلق لم تضر. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلذيذ لدغته عقرب، قال: فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضر. قال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامات والتامة من شر ما خلق لم يلدغ. طيب، هنا حديث أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديغ لدغته عقرب، قال: فقال: لو قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ أو لم يضر. طبعا هنا العقرب دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، العقرب دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على العقرب، ما تركت جالسا قاعدا نائما مصليا إلا لدغته. وده الفارق بين العقرب والحية. الحية لا تلدغ إلا من يسعى لإزائها فتنتفش وتفعل، أما العقرب ما يترك أحد. العقرب ما ترك مصليا، ما ترك نائما، ما ترك جالسا إلا لدغه. فهنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على النفس، او قل العصمة من اللدغ، وهو يقول: اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يلدغ. يبقى عندنا امور في قوله اعوذ بكلمات الله التامة، اعوذ، العوذ واللوز، العوال هو صدق اللجأ الى الله لدفع المضر، واللواد صدق اللاجئ الى الله لجلب المنفعه. فقال: اعوذ بكلمات الله التامات. الحق ان الكلمات لا 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 تعصمه، الكلمات لا تشفيه، الكلمات هي صفه من صفات الله، عاني صفه من صفات الله، كلمات الله اضافها لله جل وعلا اضافه صفه الموصوف، ولان المضاف الى الله جل وعلا اعيان مستقله بذاتها كالكعبه بنت الله، ناقة الله سقياها، الإنسان مخلوق عبد لله جل وعلا. فهنا أعوذ بكلمات الله التامات بكلمات الله أضافها لله جل وعلا، هذه إضافة صفة للموصوف، هذه إضافة صفة للموصوف. أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. أعوذ بكلمات الله التامة، التامة التي لا نقصان فيها، ولأنها صفة من صفات الله، وصفات الله كلها كمال وجلال وبهاء وعظمة. من شر ما خلق، وهنا الأدب بنسبة الشر للمخلوق، مع أن الله خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، فهذا أيضا له حسابات، أدب مع الله جل وعلا بنسبة الشر للغير، مع أنه خلقها ضمنا. ولذلك قال النبي أدبا: والشر ليس إليك. وإبراهيم قال: وإذا مرضت، مرضت نسب المرض لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفيني. قال النبي: لم يضره. ومن قالها وربي على يقين لا يضره لا العفو، لا يضره أصلا. قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغ، يعني لم يضره. هذا إذا قالها أستاذنا. نعم. وفي حديث أبي سعيد الخدري ملك سنان رضي الله عنه
من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن نهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، فنزلوا في حي من أحياء العرب، فقال بعضهم إن سيدنا لدغ، فهل عندكم عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ قالوا رجل من القوم. قال نعم والله إني لا أرضي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا. قال إني لا أرضي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا، ما أنا براس حتى تجعلوا لي جولة. فجعلوا له قطيعا من الشعر فأتاه فقال عليه قم اكتب ويدفل حتى برئ كأنما نشط من عقال أو أنشط من عقال. قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقالوا اقتسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم. هذا أيضا في تطيب الخاطر، وأن الفاتحة من أفضل الرقى الفاتحة، وهو قرأها عشان يقدر سبع مرات يدخل فيها ووضع يده على مكان اللب، فكأنما نشط من عقاد. وهنا المسألة ملتبسة، لأنه الأخذ هنا كان له الضيافة فمنعهم ضيافته، والضيافة واجبة فمنعهم الضيافة. ولما لدغ سيدهم طلبوا أحدهم أن يقرأ عليه، وهم من المروءة لا يردون أحدا، فبين له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، لكنه قال اضرب لي معك أفسد. هذا اختلط على العلماء، لأنه لما قال اضرب لي معك أفسد، هو أنه هل هذه أجرة على الرقية أم هذا تحايل ليأخذ حقه في الضيافة؟ قد يكون الثاني، لأنه الضيافة حق واجب، من أسقطها يضمنها، أسقطها يضمنها، فيكون الدفاتة منه لأخذ المال، لأخذ الحق. هو عامة فيها مسائل الأولى الرقية بالفتح، الرقية بالقرآن، قال الله تعالى ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، منها أصل الرقية توقيفي والعادة ليست توقيفية، ومنها رجوع للعالم فيما يحل وفيما يحرم. ومن المسائل أيضا تطيب الخاطر بإظهار العلو في التصحيح أو بإظهار الحل عندما قال اضربوا لي معكم سهل، ولذلك قال أحسنتم اقتسموا واضربوا، تطيبا لخاطرهم وإمعانا في إظهار الحل في أخذها. ومرت علينا من يومين أو أمس الرواية عندما قال لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق، فهذا لهم ولا بخس الحقوق، وإلا أنه لو كانوا شركاء يقسم على الشركاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوا لي معكم سهل. لما قال ذلك مع أنه لم يكن معه ولا لكن هو الراقي، لأنه هو الذي علمهم، وهذه تعلم الأمة الوفاء، فيكون الرقية بالقرآن، ويكون أيضا العدد اجتهادا، ومن أخذ الأجر على ذلك أو أخذ الإكرامية على ذلك جاز له، لكن يشترط هناك خلاف فقهي، وأنا أدعو الله أنه لا يشترط. إضافة المعاني لله جل وعلا إضافة صفة المنصوص، من الأدب نسبة الشر للمخلوق، استمر هناك من شر ما خلق، حسن خلق النبي بتطيب الخاطر في إمعان الحل عندما قال اضربوا لي معكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.